خاصة بالليلة من الشرقية نيوز، نحييكم ونتولى على تقديمه من لندن. أنا سعيد كبير وزميلتي شيرين درويش. أهلا بك سعيد. مشاهدينا، الحصاد ابتدأ والمحطة الأولى العنوي. سيارة سيارة غضب ودم وحرق وفساد، ليلة حافلة تعيشها النجف بعد احتجاجات صدرية على الفاسدين تحولت إلى صدمات مسلحة. وشرارة النجف تشعل احتجاجات واسعة في البصرة، ذيقار، بابل وواسط، رفضا للمسيئين إلى سمعة آل الصدر. نينوى تنتفض من جديد على الدخلاء والفاسدين، تظاهرات أمام مجلس المحافظة للمطالبة بحله وإلغاء قراراته الأخيرة. بعد الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا، بريطانيا ترفع مستوى التهديد لقواتها ودبلوماسيها في العراق، وترامب يقول آمل أن لا نكون متجهين إلى حرب مع إيران. حقولنا في الجنوب والشمال والحمد لله يعني هي في أمن وسلام واستقرار وليست هنالك أي حوادث، جميعها مؤمنة. الغضبان مطمئنا شركات النفط الأجنبية، جميع المنشآت تخضع لحماية الحكومة العراقية ويتحدث عن خطة طوارئ تحسبا لتوقف الغاز الإيراني. نعم هناك فرص للأسف يعني، لكن هذه حقيقة يجب أن نواجهها، أن هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة، والأمور يعني ما هي ماشية بالمسار أو الاتجاه الذي نتمناه. الأوضاع في المنطقة غير مطمئنة ونستعد لحالة حرب، يقول رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغامدي. مساء الخير من جديد. نبدأ هذا الحصاد من المظاهرات الشعبية، حيث شهدت ليلة الأربعاء على الخميس احتجاجات وتظاهرات حاشدة لأتباع التيار الصدري في محافظات النجف وبابل وواسط وذقار ضد الفاسدين من أعضائه الذين طلبهم زعيم التيار مقتدى الصدر بالبراءة من أعمالهم التجارية أو الخروج من التيار. وأكد أعضاء من التيار الصدري أن 4 قتلى من أتباع التيار المتظاهرين سقطوا ليلة الأربعاء في النجف، وأصيب 21 آخرون برصاص حراس مركز البشير التجاري التابع لجواد القرعاوي المعروف بأبو الأكثم خلال تظاهرة سلمية حاشدة أمام المركز التجاري. وأضرم محتجون من أتباع التيار الصدري النيران بمركز البشير التجاري بعد سقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين، ورددوا شعارات ضد الفساد من المنتمين للتيار الصدري. سيارة سيارة طلعنا مظاهرة سلمية وطلعنا مقابل المول، جينا واقفين هنا ودور رمونا، استشهد عندنا واحد دور طبينا لجوا، من طبينا رمونا من فوق ورمونا منا من هالجهة، وثلاث دوريات اللون مالتهم أبيض هنا واقفات بتقاطع ورمنا، واستشهدوا عندنا 3 شهداء صاروا موجودين هنا، وأخو بكثم لابس قميص ورد وطلع من الساحة زين وطلع مسدسه وقام يرمي علينا، رمونا منا شيلات ثم هذول من المولات من فوق رفعونا شيلات، هذول عندنا هنا عندنا واحد هذا استشهد بال شو اسمه بالرحاليه، وعندنا مصاب تقريبا مستوى سعادتهم بالعشرة، واحنا ناس مسالمين جايين لا بيدنا استعلى، انت ترمي علينا شنو ترمي علينا، احنا ناس مظاهره سلميه عرفت،
بس هم بيهم فقط ما جايبين احنا سلاح. هي بس هاي لو جايبين سلاح ما نخلي واحد يطلع بيهم. الله وكيلك والعباس كبير. وأعلنت خلية الإعلام الأمني القبض على 5 من الذين أطلقوا النار على المحتجين في النجف في مول البشير التجاري التابع لأبو الأكتم. وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان لها إن استخدام حراس المجمع التجاري الذخيرة الحية في تفريق المتظاهرين أدى لسقوط عدد من القتلى والمصابين. وأظهرت صور التقطها متظاهرون اللحظات الأولى لإطلاق النار على المتظاهرين من قبل عناصر ترتدي زي المدنية عند بوابة مول بشير التجاري. ومن النجف إلى البصرة، حيث تظاهر المئات من أتباع التيار الصدري بمنطقة الخمسميل في محافظة البصرة بساعة مبكرة من فجر الخميس رفضا لوجود فاسدين بين صفوف التيار يسيئون إلى سمعة آل الصدر. وردد متظاهرو البصرة من موقع صلاة أتباع التيار الصدري شعارات من بينها البصرة بصرة الصدر مو بصرة العيساوي، في إشارة إلى كاظم العيساوي وهو المعاون الجهادي السابق لزعيم التيار الصدري. هذا وطوق محتجون في محافظة كربلاء شركة القوانص التابعة للمدعو حاج عماد وهو أحد أتباع التيار الصدري من المتهمين بالفساد. وأكد المحتجون في كربلاء أن مكافحة الفساد لا تتم عبر الشعارات فقط، وإنهم مستمرون في تطهير التيار الصدري من الفاسدين بحسب توجيهات وأوامر الصدر. حقيقة الفساد ومقاطعة الفساد ومحاربة الفساد لا تكون لجهة دون جهة. الفساد هو فساد من أي جهة كان، من أي حزب كان، من أي مجموعة كان. السيد القائد مقتدى الصدر هكذا علمناه، وقبله السيد الشهيد رضوان ربي عليه هكذا علمنا أن نحارب الفساد أينما كان. نحارب هذه الحملة ستقوم على جميع الفاسدين أكيدا إن شاء الله. إن شاء الله هذه الحملة تعتبر تطهيرا للبيت الصدري إن صح التعبير ممن تسلقوا باسم محمد الصدر إن شاء الله، وسوف تكون إن شاء الله نهايتهم قريبة. السيد القائد مقتدى الصدر الآن شكل لجنة، لا نقول إنها محكمة شرعية إنما هي لجنة محاسبة لكل من يثبت بالدليل القطعي على أنه قد تسلط على رقابنا وقد استغل اسم آل الصدر بهذا الأمر. عين ضد الفساد مع سماحة السيد القائد مقتدى الصدر عزه الله وكل هذه الإخوان منضبطين إن شاء الله، ماكو كل غلط بهم، طالعين ضد الفاسدين. لنقول إلى جميع الفاسدين من أساس الفاسدين، لماذا كل ما يحدث حدوة السيد
القائد بخروج الفاسدين السارقين سارقين المال العام. لماذا تجعلون هؤلاء السراق عندكم في المقاعد وتحتمونهم عند مقاعدكم؟ فلماذا لم تحذون حذوه؟ فأنتم يا رؤساء الكتل الفاسدين احذوا كما حذا سيد مقتدى الصدر، وانقذوا العراق من هؤلاء مهربين المخدرات، مهربين الكوكايل، هؤلاء الذين اسقطوا شباب العراق، هؤلاء سراق الماء العام، هؤلاء الذين اصبحوا من البطاقه التموينيه بطل دهن وتمن رز لا يصلح حتى علف الحيوان. أما في الكوتة، حاصر متظاهرون غاضبون منزل النائب الأول لمحافظ واسط عادل الزرقاني، وهم يرددون شعارات ضد الفاسدين الذين استغلوا انتماءهم للتيار الصدري واختنوا على حساب المصلحة العامة. نينوى تنتفض من جديد على الدخلاء والفاسدين، تظاهرات أمام مجلس المحافظة للمطالبة بحله وإلغاء قراراته الأخيرة. توقع متظاهرون منزل النائب السابق عن كتلة الأحرار عواد العوادي في بابل، وهم يرددون عبارة شلع قلع كلهم حرامية. أظهرت صور العوادي وهو يحاول إقناع المحتجين بأنه بريء من تهم الفساد التي يهتف المتظاهرون بها ضده، وأنه هو من زود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بقائمة أسماء المتورطين بالفساد. السيد ليش ما فضحت الفاسدين؟ ايش وقت؟ السيد كتاب تحتجي يعني اكتب لي رسالة عندي والعباس سيد محمد المستوي ساعديا وياي بعمر السيد ساعديا وبالاخير كتب كاسماء الفاسدين ضدهم جوال وكتب يوما ولكم ما بدي اشيل قاعد ما يصير يا بكيت على الاشبال السيد واليوم هذا. ونشر النائب السابق عن كتلة الأحرار عواد العوادي رسالة مصورة على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيها إنه بريء من تهم الفساد التي وجهت إليه، وإنه لم يخشى المحتجين الذين تجمعوا أمام بيته وخرج ليحدثهم عن براءته، مطالبا الصدر بإصدار بيان لمحاكمته بشكل عاجل أو تبرئته من تهم الفساد المنسوبة إليه. وين الحق؟ الناس كلها تعرفني، انا 15 سنه بالنفط مدير نفط وقاعد ببيت اجار. انا 8 سنوات نائب وقاعد بهذه المنطقه والناس كلها تعرفني. انطيني روح الوزاره، روح عندي شركه عندي عقار، روح الوزاره تقول لهم سيد عواد اخذ عقارات. بس انا ما سويت براءه. انت نزلت بي بيان وقلت عليه ان لا يتعاون مع الفاسدين وعليه ان يكشف الفاسدين. وخليه السيد مهند قابلني ساعتين بالمكتب الخاص وهذا السيد هذا السيد اللي شلت امانه بصدري وبعقلي. انا اللي حاربت الفاسدين بمجلس النواب، انا حافظت على سمعه هذا الصدر. بعدين هاي مجازات يا ابو هاشم انا ما رايد، انا فدوه لك. قلت لهم انا ما خايف، قلت لهم حتى لو تقتلوني قلت لهم فدوه السيد مقتدى الصدر. بس السيد احنا عندنا طاقة، الانسان عنده طاقة ذات تختبرني، فهذا بعد ما اقدر، هذا حدي بعد. واذا ما تريدني قل ما اريدك، واذا تقول مثل الاخوة القيادات مثل سيد جليل النوري اللي نزل براءة، ومثل جابري اللي نزل براءة، ومثل مايد الاسد اللي نزل براءة، انا هم مطيتك براءة، وانا ما عندي ذنب. اول مرة بحياتي تجزون علي وما قلتوا لي شنو ذنبي، لحد الان ما اعرف شنو ذنبي. واشكي ظلامتي لك زي مقتدى الصدر. انا هسه رايح انا جايك للحنانه وما اطلع من الحنانه. اما تنزل بي بيان وتقول انا بريء وترفع المظلمه اللي عني،
أو تقول لا والله خليني هناك أموت بالحنان. أشرفني أشرفني أني عواد العوادي، ما حد يزاودني على محمد الصدر. هاي أبو هاشم أنا جايك، أنا جايك في مال الله. ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنصاره إلى إنهاء الاعتصام والتظاهر إثر الأحداث التي شهدتها محافظة النجف وسقط فيها قتلى وجرحى. ونشر مقرب من الصدر توجيها لأتباع التيار يدعو لإنهاء الاعتصامات والتظاهرات والتزام السلمية. وقال الصدر مخاطبا أتباعه: إن عادوا عدنا وسننتصر مرة أخرى. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دعا أتباعه في بيان سابق لتحويل التظاهرات إلى اعتصامات أمام ما أسماها بمولات الفاسدين، وطلب منهم عدم قطع الطرق أو ترهيب المواطنين. هذا وعدت الهيئة السياسية للتيار الصدري سقوط ضحايا بين المتظاهرين السلميين برصاص حمايات الفاسدين أو مقارهم أو مؤسساتهم الفاسدة بأنها جريمة لا تغتفر. وطالبت الهيئة في بيان رئيسي الوزراء ومجلس القضاء الأعلى باتخاذ الإجراءات القانونية فورا ضد قتلة المتظاهرين وإنزال أقصى العقوبات ضدهم ليكونوا عبرة لغيرهم. وعبرت الهيئة السياسية للتيار الصدري عن إدانتها الشديدة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين السلميين وخصوصا في محافظة النجف الأشرف، حيث يتظاهر أبناء التيار ضد الفاسدين أمام مولاتهم وشركاتهم ومنازلهم. وطلبت النائبة عن محافظة بابل نورس الجريتي رئيس الوزراء العراقي والجهات الرقابية باتخاذ موقفا حاسما وحازما ضد الفاسدين الذين يتاجرون باسم آل الصدر. وأكدت في تصريح للشرقية نيوز أن تظاهرات أتباع التيار الصدري في النجف كانت سلمية ضد الفاسدين، إلا أنها جوبهت بالرصاص الحي ما أدى لسقوط ضحايا، مشيرة إلى أن مشروع الإصلاح الذي أعلنه رئيس التيار الصدري يشمل كل الفاسدين بغض النظر عن الانتماء الحزبي والسياسي. كانت هذه المتظاهرات سلمية أمام أحد الأملاك التابعة للمتاجرين باسم آل الصدر الفاسدين، وكانت في محافظة النجف الأشرف، للمطالبة بمحاسبتهم واتخاذ أقصى العقوبات بهم. وكانت هنالك حيث المتظاهرين جوبها بالرصاص الحي مما أدى إلى استشهاد وجرح أكثر من 7 أو 8 جرحى، حيث نطالب الجهات الرقابية باتخاذ دورها الرقابي بحسم الموضوع باتخاذ أقصى العقوبة بحق الفاسدين. كذلك أيضا ندعو منظمات حقوق الإنسان لحفاظ حق الإنسان من خلال تكفل الدستور بحق التظاهر للمتظاهرين المواطنين العراقيين. وكذلك ندعو دولة رئيس الوزراء باتخاذ موقف حازم وصارم اتجاه الفاسدين المتاجرين باسم آل الصدر الكرام الذين أشار إليهم سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله بحجز أموالهم، كذلك أيضا منعهم من السفر خارج العراق ومحاسبتهم أقصى العقوبة لما اقترفوه من جرم بحق الشعب وحق الوطن. حمل مجلس محافظة النجف قائد شرطة المحافظة والقيادات والأجهزة الأمنية مسؤولية الأحداث التي حصلت في المحافظة، مشيرا إلى تكليف المحافظ بترشيح 3 أسماء لاختيار قائد جديد للشرطة. وعقد مجلس محافظة النجف جلسة استثنائية لمناقشة التطورات الأمنية، وصوت المجلس على قرارات عدة من بينها تحميل قائد شرطة النجف الأشرف وكافة القيادات والأجهزة الأمنية لا سيما الدفاع المدني مسؤولية الأحداث المؤسفة. وأضاف المجلس أنه تقرر أن يكلف المحافظ بإرسال وترشيح 3 أسماء لاختيار قائد الشرطة وخلال مدة أقصاها 3 أيام، لافتا إلى أنه من ضمن القرارات الأخرى هي أن يتحمل المحافظ مراقبة الوضع الأمني في المحافظة وحماية كافة الممتلكات العامة والخاصة وضبط أمن النجف.
للحديث أكثر عن التطورات الحاصلة من النجف ينضم معنا عبر الهاتف محافظ النجف سيد لؤي الياسري. سيد لؤي أهلا بك، من يتحمل مسؤولية ما حصل في النجف الأشرف ولماذا تطلق حماية المول النار على المتظاهرين؟ أين كانت الشرطة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولا رمضان كريم عليكم، تحية طيبة لكم والجميع السيدات والسادة مشاهدي قناتكم الكريم. بالتأكيد الكل يتحمل مسؤولية، لا نريد أن نتهرب من المسؤولية، مسؤولية تضامنية، مسؤولية أمن النجف، مسؤولية الجميع، ليس مسؤولية مدير الشرطة فحسب، بس مسؤولية، ولكن هي مسؤولية الجميع. المفروض الأخوة في الأجهزة الأمنية يوم أمس عندنا رسالة وصلت قبل يوم لخروج بعض الأخوة على بعض المواقع وتأمين حماية لازمة إلى هذه المواقع، والمفروض نفس القوة هاي أيضا تتأمن إلى هذه الأماكن بزيادة عدد وعدة في نفس الوقت لمنع الاحتكاك ما بين المواطنين وما بين أصحاب هذه المراكز التجارية. ولكن للأسف اللي حصل يعني يوم أمس كان أكو حماية في بعض المناطق، وكان يعني أكو خلل بالقوة المكلفة بالواجب. أنا لا أحمل فقط مدير الشرطة مسؤولية، ولكن القوة اللي مسكت الواجب ما كانت بالمستوى المطلوب، ما كان لها دور مميز. أيضا حتى للأشخاص اللي يحملون أسلحة اللي يعملون بالمول، وهذا خلاف القانون المفروض حيتم اعتقالهم، يعني هي خارجة عن القانون. نعم سيد لؤي، سيد لؤي يعني يبدو أن نعم طيب يبدو أن الصوت يتقطع قليلا من المصدر، يعني ما جرى بالتأكيد هو غير مقبول، وخاصة عندما نقول النجف فهذه المحافظة لها قدسيتها، هل ستتخذ أي إجراءات قانونية؟ لأن هناك دم يعني دماء سالت وهي دماء بريئة، فهل ستتخذ أي إجراءات قانونية لمحاسبة يعني المسؤولين عما جرى أنتم باعتباركم سلطة تنفيذية أيضا في المحافظة؟ نعم بالتأكيد، يعني احنا مثل ما نحمل السلطات الأمنية وأكو تحقيق الآن من وزارة الداخلية بالموضوع، ووصلت اليوم لجنة إلى المحافظة بهذا الصدد راح تحقق ويا الأجهزة الأمنية، وأيضا أكو 13 شخص متهمين الآن موقوفين على ذمة التحقيق، وأيضا أكو أدلة بتورطهم بإطلاق نار عشوائي باتجاه المواطنين، فراح تتخذ إجراءات قانونية بالتأكيد، ولكن الخلل يجب أن يعالج. الأخوة في مجلس المحافظة كان لهم رأي أنه هناك قرار سابق من السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة باعتباره وزير للداخلية تم ترشيح أسماء قبل 3 أو 4 أشهر، تم رفضها وطلب رئيس الوزراء ترشيح 3 أسماء إلى المجلس ليتم اختيار أحدهم ليصادق عليه السيد وزير الداخلية. الآن الأخوة بالمجلس فعلوا هذا الأمر، احنا يعني طلبنا انه نهدئ الوضع خلال ايام نرسل هذه الاسماء الى المجلس ليتم اختيار شخصيه مناسبه لقياده شرطه المحافظه. طيب هل الحل سيد ياسر باقاله قائد شرطه النجف او حتى بعمليه استجوابه؟ هل هنا يكمن الحل بعدما حملك يعني مجلس المحافظه مسؤوليه حمايه الممتلكات العامه والخاصه وضبط الامن في المرحله المقبله؟ لا عزيزي، هي مو إقالة ولا استجواب. الأخ مدير الشرطة وكالة، وقلت لك يعني قبل قليل أنه أكو كتاب من وزير الداخلية بترشيح 3 أسماء. أما قضية تحملنا المسؤولية، احنا متحملين مسؤولية واجبنا مطبقين ومبلغين الأجهزة الأمنية بكل هذه الأمور، ولكن مرات القوة على الأرض تتلكى في أداء واجبها، لذلك يجب أن يكون تحقيق مع القوة اللي كانت ماسكة القاطع. هذا القاطع اللي صار به خلل بالتأكيد ما يتحمله مدير شرطة واحدة، أكيد القوة اللي ماسكة الأرض تتحمل مسؤولية، وأكيد الطرف الآخر الآن اللي تم القبض عليهم أكيد يتحملون مسؤولية كبرى، ولكن لو كان أكو انتشار صحيح للأجهزة الأمنية ما كان حصل اللي حصل. في كل المحافظات خرجوا متظاهرين بدون أحداث تذكر إلا بالنجف، لأن كان أكو تهاون حقيقة وتقصير من قبل القوة الأمنية اللي كانت المفروض تتواجد بكثافة وقوة حتى تمنع الاحتكاك ما بين المواطنين وما بين أصحاب المركز التجاري. محافظ النجف سيد لؤي الياسري، شكرا جزيلا لك. ونستمر مشاهدينا في تحليل أحداث الأمس، معنا الباحث العراقي السيد إياد العنبر. أهلا بكم سيد إياد إلى هذا الحصاد. برأيك ما جرى بالأمس وبغض النظر عن يعني تبعاته الأمنية التي كنا نناقشها الآن مع محافظ النجف، ولكن لو نظرنا إلى الجانب الإيجابي، إلى أي حد يعتبر أنه محاربة وترجمة لمحاربة الفساد تحديدا يبدأها التيار الصدري؟
تحية لك وللمشاهدين الكرام. يعني أعتقد الموضوع هو يندرج ضمن توجهات السيد مقتدى الصدر الذي يحاول أن يؤكد من خلال المواقف لا من خلال التصريحات والبيانات على أن هنالك رؤية أو هنالك مواقف واضحة بشأن محاربة الفساد. في الآونة الأخيرة وبعد دعوته إلى الإصلاح ومحاربة الفاسدين والخروج في التظاهرات، ظهرت الكثير من ردود الأفعال التي تطالب السيد مقتدى الصدر بأن يبدأ بمحاربة الفساد والفاسدين من ضمن ما يسمى بالمصطلحات العامية أنه الحاشية أو المقربين منه. يبدو أن السيد مقتدى الصدر أراد أن يبعث رسالة على اعتبار قد يكون هنالك خطوة أخرى في مخطط السيد مقتدى الصدر، على اعتبار أن موسم التظاهرات قريب أصبح في الأيام القادمة، لأننا نشهد في الشهر السابع والثامن يعني تصاعد فترة التظاهرات. قد يكون هذه البداية من السيد مقتدى الصدر هي رسالة لكل الأصوات التي تطالب السيد مقتدى بأن ينظف تياره أو المقربين منه من الفاسدين. المشكلة ليست أنه في دعوة سيد مقتدى الصدر، المشكلة في ردود الأفعال التي ترتبت على دعوة السيد مقتدى الصدر. فهنالك أكد شيء مهم جدا، أن هنالك طبقة من المحرومين باتت تنظر إلى أنه هذه الإقطاعيات السياسية التي انتشرت وأصبحت طبقة تملك أموال ومشاريع واستثمارات واضحة للعيان، لا عن طريق المشاريع الاقتصادية والحقيقية، وإنما عن طريق زبائنية المقربين واستغلال العناوين السياسية ورمزيات الدينية، كما استغلال عنوان السيد مقتدى الصدر. على هذا الأساس أن هذه الطبقة باتت حاقدة على هذه الوجود وعلى هذه العناوين، وتعتقد أنها تستلب حقها. أعتقد الخطورة في هذه الرسالة، يجب أن نقرأ الموضوع أنه ليس المشكلة فقط في التيار الصدري، وإنما هنالك تشكلات طبقية جديدة في العراق أصبحت تنظر إلى هذه الطبقة الفاسدة المترفة أنها تستلب حقوقها، ومن ثم ردود الأفعال تكون عنيفة. وهذا العنف الذي نشاهده هو أبسط مظاهر التجلي في ظل غياب دولة غير قادرة لا أنها تفعل دور القضاء. والرسالة الأساسية الثانية التي بعثها السيد مقتدى الصدر أنه لا يمكن حل الموضوع عن طريق القضاء، وإنما عن طريق أنه تحشيد أنصاره ومؤيديه بعنوان اعتصام تظاهرات وغيرها من القضايا. لأن المشكلة بالأساس، على سبيل المثال، بعض العناوين خرجت بأقل من 5 ساعات مجرد ذهابها ورجوعها إلى القضاء يتم تبرئتها. البعض الآخر أنه مشاهد الفساد واضحة لا يحتاج إليها عيان، وأصبحت أنه تم تبرئتها. فهذه المشكلة الأساسية، أنه هو يحاول أن يؤكد على قضية التيار الشعبي هو الذي سيحاسب الفاسدين. حتى إحنا حاليا، أنا الآن أتخوف أن أتحدث عن الفساد لأن هنالك مجلس أعلى للفساد. طيب، هنا السؤال سيد إياد، يعني الكل أجمع سيد إياد على هذه الخطوة المباركة والمحمودة والجليلة للسيد صدر، وهي ليست بالخطوة الجديدة بالنسبة له، ولكنه كما تعلم طالب المتهمين من أتباعه بأن يكونوا تحت تصرف المجلس الأعلى لمكافحة الفساد. بالمقابل، ما هو المطلوب من هذا المجلس في هذه المرحلة؟ هو أصلا هذه أحد إشكاليات هذا المجلس، هل هو مجلس رقابي أم هو مجلس تنفيذي أم هو مجلس مسؤول مباشرة عن أو تنسيقي كما يتحدث من يشارك بهذا المجلس. إذا كان هو تنسيقي فأعتقد أن هذه الشعارات وهذه العناوين البراقة لا تتلائم مع مجلس تنسيقي، أولا هذا الموضوع. ثانيا، القضية الثانية، عندما تتداخل السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، الإشكالية بحد ذاتها أن هنالك يعني عناوين للفساد وعناوين لإدارة الفساد قد تكون متورطة فيها السلطة التنفيذية. عندما تكون هذه القضية تنسيقية من قبل من يشارك بالسلطة التنفيذية في قبال أنه بالتعاون مع السلطة القضائية، قد يكون هذا نوع من إضافة حلقة زائدة لحلقات الرقابة. نحن الآن لسنا بحاجة إلى حلقات زائدة، نحتاج إلى أفعال. في الجلسة 11 ويتحدثون مجلس مكافحة الفساد عن محاسبة من يتحدث عن الفساد من دون إثبات دليل. والمفارقة أن كل السياسيين بالعشرة أيام رمضان المضت الذين ظهروا على التلفاز أو في ندوات معينة
تحدثوا عن ملفات فساد مطلقة، ومن ثم هذا المجلس بحد ذاته أدخل نفسه في إشكالية هو بعيد عنها، تحول من تنسيقي إلى جهة محاسبة من يتحدث عن الفساد. أعتقد أن السيد مقتدى الصدر أراد أنه أن يبعث رسالة على تقوية مؤسسات الدولة، وليس معني بها بالأساس مجلس محاربة الفساد، لأنه يعني هذه إشكالية في العراق. من يحارب الفساد ومن هل سيشرع المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمحاربة الفساد؟ سيما يعني أنت تنتقد أداءه، ولكن أيضا الصدر رفع الغطاء السياسي عن الفاسدين، وننتظر من الكتل الأخرى أن تحذو حذوه بأقل من دقيقة لو سمحت. لا، هذه الكتل السياسية تحذو حذوه، أعتقد هذه الكتل السياسية تنظر بمنظر التشفي إلى السيد مقتدى، إلى أنصار السيد مقتدى الصدر أو أتباع مقتدى الصدر، على اعتبار أنه تبرى منهم. لا يوجد هكذا منطق لدى هذه الأحزاب السياسية التي هي بالأساس تشرع أنه قضايا فساد وغيرها. أما نقدي للمجلس الأعلى لمحاربة الفساد، لا، هو مو نقد على أساس أنه هذا العنوان، وإنما نقد عن الدور والوظيفة، على اعتبار أن لم نسمع منه إلا 11 جلسة دون إجراء ملموس واحد في محاسبة الفساد. وسيشرع بالمحاسبة. لم يتبقى لي يعني الوقت، كان هناك نقطة أخيرة. على العموم شكرا لك السيد إياد العنبر المحلل السياسي على هذه المشاركة. بعد الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا، بريطانيا ترفع مستوى التهديد لقوتها ودبلوماسيها في العراق، وترامب يقول أمل أن لا نكون متجهين إلى حرب مع إيران. نعم، هناك فرص للأسف يعني، لكن هذه حقيقة يجب أن نواجهها، أن هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة، والأمور يعني ما هي ماشية بال المسار أو الاتجاه الذي نتمناه. الأوضاع في المنطقة غير مطمئنة، ونستعد لحالة حرب، يقول رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم. نتحول الآن إلى الموصل، حيث عود الموصليون تظاهراتهم اليوم أمام مبنى مجلس المحافظة مطالبين بحله وإلغاء قراراته الأخيرة باختيار محافظ موضع جدل من قبل سكان المحافظة. ورفع المتظاهرون شعارات ضد الفساد وضد الدخلاء على المحافظة الذين عقدوا صفقات على حساب كرامة المواطنين وأثارت حفيظتهم. ويتظاهر أبناء المحافظة منذ أيام بصورة منتظمة بناء على دعوات من شيوخ العشائر ومجلس أعيان نينوى والحركات الشبابية والجمعيات المدنية. ورفع المتظاهرون صورا لرئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، وأشادوا بموقفه من محنة الموصل ورفضه الصفقة التي عقدها الدخلاء الفاسدون للاستحواذ على هذه المحافظة الكريمة. بالوقت اللي يسولفون انه 12 مليون دولار و20 مليون دولار، يعني ال 12 مليون دولار 15 مليار تعمر 1000 بيت بالايمن. انت اذا عندك امكانيه تعمر 1000 بيت بالايمن، روح عمر 1000 بيت بالايمن، ومو تكسب دنيتك وتكسب اخرتك. خلي يشوفوا الايمن. تكسب ناسك، انت اذا رايد تخدمهم بهاي الفلوس تدفعها. بعدين اذا هيك الامر، ليش ما الحكومه تسوي مناصب استثمار؟ تطرح المناصب الاستثمار مكان ما تروح لجوب الفاسدين. منصب المحافظ ب 30 مليار، ومنصب المنصب الفلاني بكذا، والله العظيم يمكن تجي واردات، اكثر من واردات النفط. خلنا نكون واقعيين، احنا ما رايدين شيء من مجلس المحافظه. شارع الموصل بيقول اكو صفقات واكو فساد واكو بيع. انا البينه على من ادعى، تعالوا شوفونا.
يا رمضان وسلموا علينا وانزحنا اهلكم يا ما جيتوا وقفتوا بابوابنا وقت الانتخابات. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن شيوخ وجاء محافظة نينوى وممثلين عن العشائر والقبائل حضرنا إلى هنا اليوم للمشاركة بهذه الوقفة الاحتجاجية والمظاهرات المطالبة بحل مجلس محافظة نينوى الذي أتى لنا بمحافظ عبر صفقة فساد، والموصل تعاني في نفس الوقت تعاني من سوء الخدمات، من دمار، من خراب، من بطالة، من جوع، من عوز وما إلى ذلك. خرجت اليوم مظاهرات سلمية وطنية بامتياز لمطالبة رئاسات الثلاث بحل مجلس محافظة نينوى، وذلك تنديدا بحملات الفساد المشبوهة التي أجراها مجلس محافظة نينوى في نينوى، وإنهم لم يراعوا أهالي الموصل المنكوبة. أهالي الموصل المئات غرقوا في حادثة العبارة، والآلاف ماتوا تحت الأنقاض في العمليات الإجرامية في تحرير نينوى والعمليات الإرهابية. نطالب الرئاسات الثلاث بحل مجلس محافظة نينوى وبقاء خلية الأزمة المكونة من الدكتور مزحم الخياط وقائد عمليات نينوى النجم الجبوري وقائد شرطة نينوى. اليوم الموصل تخرج الجولة الثالثة ضد الفساد والفاسدين ضد مجلس محافظة نينوى، المجلس الذي انتخبه أهل محافظة نينوى وأعطاه صوته ولم يعطي أي شيء في هذه المرحلة، 4 سنوات أو 5 سنوات ما يقدم أي شيء. عوائل الشهداء مشكلة، البيوت المحطمة في داخل محافظة نينوى مشكلة، التعويضات مشكلة، الجنسية مشكلة، الحياة كلها صارت مشكلة، ما بقى شيء للمواطن، المواطن ما ظل كل شيء بهذا البلد. تحليلا لهذا المشهد ينضم معنا عبر الأقمار الصناعية سيد محمد نور العبد ربو النائب السابق عن نينوى. سيد محمد أهلا بك. انطلاقا من هذه التظاهرات الشعبية ومن الحراك النيابي، أيهما أقرب، حل المجلس أم إلغاء قراراته، أم أن المجلس باق والقرارات أيضا بالضرورة باقية؟ مساء الخير عليكم وعلى مشاهدي قناتكم الكرام. يعني حقيقة إذا ما أردنا أن نتابع الأحداث منذ بدايتها ولحد الآن نجد أن هناك كتل سياسية لها السيطرة الكاملة على مجلس النواب وعلى القرارات السياسية اللي موجودة في مجلس النواب، والدليل واضح. يعني إذا استذكرنا مثلا هناك جمع تواقع لما يقارب 180 نائب، أي ما يشكل الأغلبية المطلقة في مجلس النواب على حل مجلس محافظة نينوى. في اليوم الثاني نجد العمل معكوس تماما وتنسحب كتل سياسية بإرادة زعماء هذه الكتل. إذن اليوم هناك تدار صفقات سياسية، وهذه الصفقات تدار في البرلمان. في تقديراتي الشخصية أنا أتوقع أنه لن يكون هناك حل لمجلس المحافظة من قبل الكتل السياسية، على اعتبار أنه تحققت مصالح بعض هذه الكتل ولا يمكن المضي بحل مجلس محافظة نينوى. ومن الناحية القانونية البرلمان له السلطة القضائية والولائية على مجلس المحافظة، على اعتبار هو الجهة الرقابية التي تراقب أداء المجلس. وأنا سبق أن تحدثت بهذا الموضوع، من له صلاحية المطلق له صلاحية الجزء، وبذلك عندما يكون لمجلس النواب الصلاحية في تمديد عمل مجالس المحافظات، إذا بالوقت نفسه له صلاحية إيقاف عمل هذه المجالس وله أيضا صلاحية حل هذه المجالس. بعض الكتل السياسية تخشى أن يمتد حل مجلس المحافظة إلى المحافظات الأخرى، هذا لا يمنع إذا كان النواب تلك المحافظات يتقدمون بطلب كما تقدم نواب محافظة نينوى عندما شكلوا نصف زائد واحد في حل مجلس المحافظة، عندما يتقدمون نواب الآخرين بالمحافظات الأخرى على طلب حل المجالس من الممكن أن يمضي هذا الموضوع، لكن عندما لا يكون هناك طلبات من المحافظة الأخرى لا يمضي. لذلك رهنوا حل مجلس محافظة نينوى، وهنا أقصد رؤساء الكتل السياسية، بالمحافظات الأخرى، وأغلب هذه المحافظات هي نتحدث عن المحافظات الجنوبية. اليوم ما علاقة نينوى مثلا في محافظة النجف أو كربلاء من ناحية مجلس محافظة؟ أنا أتحدث، لا يوجد علاقة. هناك عمليات فساد كانت في محافظة نينوى، هناك هدر للمال العام، هناك عدم تقديم خدمات، هناك مدينة منكوبة بأكملها لم يعد لحد الآن غالبية السكان اللي موجودين لم تقدم خدمات، لم يكن هناك تعويض، لم تعاد الشرطة المفصولين، لم يعاد المفسوخة عقودهم، كثير من الموظفين لحد الآن لم يستلموا رواتبهم حتى المتراكمة. يعني هناك مشاكل في محافظة نينوى، وتأتي اليوم تقارن وضع مجلس محافظة نينوى في وضع مجلس محافظة أخرى. أنا ما يهمني المحافظات الأخرى، هناك جهات سياسية في تلك المحافظات لتحافظ على المجلس، لكن في نينوى نواب المحافظة يطالبون بهذا الشيء، أعضاء من مجلس المحافظة نفسهم قدموا طلب في هذا الشيء، جماهير نينوى
طلبت هذا الشيء، لكن للأسف الشديد لا يوجد من يسمع كل هذه الطلبات. وأنا أقول بمختصر المفيد أنه نينوى مغيبة من الناحية السياسية لدى الحكومة المركزية، ولذلك الآن لا ليس هناك من يسمع أصوات أبناء محافظة نينوى سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الجماهيري والمستوى الخدمي لأبناء محافظة نينوى. نعم. هل يمكن أن تكون هذه التظاهرات الحاصلة اليوم في نينوى يعني صوتها المغيب نيران النجف تصل إلى الموصل ونرى التظاهرات ونرى التأييد للدعوة الصدرية، فيمكن أن نرى أي تصويب في وضع نينوى مثلا؟ نعم، إذا ما كانت يعني هو هنا نقطة أساسية مهمة جدا، أن لا تسيس هذه المظاهرات. يعني عندما تكون هناك مظاهرات عفوية، مظاهرات منظمة من قبل المجتمع المدني، لا دخل للسياسة في هذه المظاهرات. هناك أشخاص مدنيين غير سياسيين غير مدعومين من كتل سياسية هم من يتقدمون هذه المظاهرات. هناك شعار واضح، شعار الإصلاح، شعار محاربة الفساد، شعار بناء محافظة نينوى، شعار التكاتف. من الممكن أن تنجح هذه المظاهرات وأن تقدم شيء، لكن بأمانة عندما يتصدر هذه المظاهرات جهات سياسية أكيد سيكون هناك بعض اللغط في هذا الموضوع، حتى من الأشخاص المدنيين ممكن أن ينسحبوا إلى عن المظاهرات ويتكلموا أنه ما فائدة أن يأتي هذا السياسي أو ذاك السياسي حتى يقود هذه المظاهرة. المظاهرة يجب أن تكون بعيدة عن السياسيين. الضغط الجماهيري نعم سيؤدي إلى نتائج، وشاهدنا ما حصل في موضوع العبارة سابقا، كيف أدى موضوع الجماهير وضغط الجماهير على البرلمان الذي أدى إلى إقالة محافظ نينوى السابق. وبذلك التظاهرات لها قيمتها، ولها سواء قيمتها المعنوية أو قيمتها السياسية، تؤثر سواء على مجلس المحافظة وتؤثر كذلك على الرأي السياسي في بغداد. ولذلك عندما تنظم هذه التظاهرات والمظاهرات بشكل عفوي وبشكل سليم، مظاهرات سلمية لها مطالب خاصة وواضحة دون تحزب ودون دعم لجهة سياسية أو أشخاص سياسيين، أنا أعتقد سنكون في الموقف السليم، وسيكون هناك ضغط على هذه الحكومة على مجلس المحافظة، ويكون أيضا ضغط على البرلمان، مما يستدعي أن يقوم البرلمان بتلبية مطالب هذه التظاهرات. وهناك تجارب سابقة، الدولة أيضا تخشى من التجارب السابقة، عندما كانت هناك تظاهرات في البداية في هذه المحافظات كانت تظاهرات مشروعة وكانت هناك طلبات مشروعة، عندما لم تسمع الحكومة لهذه الطلبات. طيب سيد محمد، وكأنك تقول فيما يخص نينا وتحديدا بأن الأمور ستبقى على حالها رغم انجاز التعبير ما ذكر بقولبة سياسية انتعاشة للسنة السياسيين في العراق، الدعم المطلق للسيد محمد الحلبوسي لهذه الكتلة الجديدة، لماذا كل هذا التشاؤم؟ لا بصراحة نحن لا نتكلم إعلاميا، نتكلم ما هو على واقع الأرض. يوم السبت القادم وما بعد السبت سيشهد بعض التوضيحات السياسية، عندما تكون هناك كتل كبيرة مشكلة في جهة معينة مقابل كتلة صغيرة، هذا ما ستفرزه الأيام القادمة، وهذه النتائج هي التي ستحقق في الأمور. وأين ستذهب هذه الكتل؟ من هي الكتلة الأقوى عددية؟ نتكلم عن عدد نواب، لا نتكلم نحن عن يعني كتل سياسية كما حصل في السابق، سنتكلم عن عدد نواب. متى ما شكلت الكتلة الأكبر، أنا أتكلم هنا عذرا للتعبير، أتكلم عن السنة، متى ما كانت هناك كتلة كبيرة من السنة هي التي ستحسم الأمور في المستقبل، لأنه من يتعامل مع الكتلة الأكبر، لا يتعامل مع أشخاص أو يتعامل مع كتل سياسية، يتعامل مع أرقام وأعداد. وبذلك ننتظر اليومين القادمين أو ثلاثة أيام القادمة، سيكون هناك إعلانات رسمية على يعني على أن تكون هناك كتل داخل قبة البرلمان أو حتى في الساحة السياسية تمثل أطياف معينة سواء في هذا الطرف أو ذاك الطرف، وبذلك نستطيع أن نتحرك ونستطيع أن نحسم الأمور بأي اتجاه ستمضي الأمور في المستقبل. نعم. السيد محمد نور العبد ربه، شكرا جزيلا لك. غدا
عصب ودم وحرق وفساد، ليلة حافلة تعيشها النجف بعد احتجاجات صدرية على الفاسدين تحولت لصدامات مسلحة. بعد الولايات المتحدة وهولندا وألمانيا، بريطانيا ترفع مستوى التهديد لقوتها ودبلوماسيها في العراق، وترامب يقول أمل أن لا نكون متجهين إلى حرب مع إيران. حقولنا في الجنوب والشمال والحمد لله يعني هي في أمن وسلام واستقرار، وليست هنالك أي حوادث، جميعها مؤمنة. الغضبان مطمئنا شركات النفط الأجنبية، جميع المنشآت تخضع لحماية الحكومة العراقية، ويتحدث عن خطة طوارئ تحسبا لتوقف الغاز الإيراني. في موضوع آخر، رفعت بريطانيا مستوى التهديد لقوتها ودبلوماسيها في العراق نظرا لمخاطر أمنية كبيرة في إيران أو من إيران. وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن تقييم الحكومة البريطانية لخطورة الموقف مشابه لنظيرتها الأمريكية التي سحبت دبلوماسييها غير الأساسيين من العراق بسبب تهديد وشيك على صلة مباشرة بإيران. ورفضت المتحدثة باسم الخارجية البريطانية التعليق على التقرير. هذا وكان مسؤولون أمريكيون كبار قالوا في تصريحات لفرانس بريس إن سحب الدبلوماسيين الأمريكيين غير الأساسيين من العراق سببه تهديد وشيك تقف خلفه جماعات عراقية مسلحة بقيادة الحرس الثوري الإيراني. وقال وزير خارجية بريطانيا جيرمي هانت إن بلاده تتفق مع نفس تقييم الولايات المتحدة بشأن التهديد الخطير الذي تمثله إيران. وأضاف على تويتر أنه ناقش مسألة إيران مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأسبوع الماضي في لندن، ومرة أخرى في بروكسل الاثنين الماضي، مشيرا إلى أن بريطانيا تعمل عنكثب مع الولايات المتحدة. بالمقابل، طمأن وزير النفط العراقي ثامر الغضبان الشركات الأجنبية العاملة في العراق بأن جميع المواقع النفطية في البلاد أمنة، وأن جميع المنشآت تخضع لحماية قوات الأمن العراقية. الغضبان قال خلال مؤتمر صحفي على هامش توقيع عقد استثماري لشركة نفط الشمال إن شركات النفط العالمية بدورها طمأنت الحكومة العراقية بأن عملياتها تسير بشكل طبيعي. ما يخص العاملين في الحقول، حقولنا في الجنوب والشمال والحمد لله يعني هي في أمن وسلام واستقرار، وليست هنالك أي حوادث، جميعها مؤمنة من قبل قواتنا الأمنية الباسلة، الجيش، القوات المسلحة بمختلف صنوفها، كذلك شرطة الطاقة في العراق، وأيضا نحن متابعون للوضع، لم تسجل أي حادثة والحمد لله، ولذلك نطمئن أبناء الشعب العراقي ونطمئن العاملين جميعا أن الوضع مستقر ومستتب، وليس هنالك ما يدعو لأي منهم لمغادرة موقعه، وقد أيضا هم في يعني الأجانب العاملين الأجانب أيضا أكدوا لنا هذا الموقف. في سياق آخر، أعلن وزير النفط ثامر الغضبان بأن الحكومة العراقية لديها خطط طوارئ تحسبا لأي توقف في إمدادات الغاز الإيرانية إلى شبكة الكهرباء الوطنية. وأبدى الغضبان استعداد العراق للنظر بطلب الحكومة التركية الخاص بزيادة الصادرات النفطية عبر حقول محافظتي كركوك والبصرة، وذلك بعد انتهاء الإعفاءات الأمريكية الممنوحة لبعض الدول لشراء النفط الإيراني. أولا نأمل أنه لن يكون هنالك انقطاع. لو كان انقطاع جاي كان تفاعلوا بالخير تجدوه. ثانيا نعم. نعم لدينا خطط احترازية، وقد اتخذنا، ليس فقط خطط، ولقد اتخذنا الإجراءات الاحترازية للتحرز أو للتحوط لهكذا حالة، والتي نأمل أن لا تحدث. نأمل أن المنطقة يعم فيها الأمن والسلام. فيما يخص نحن، نعم بالفعل أن الجارة تركيا، نحن الآن نصدر لها نفط خام من حقول كركوك عبر الأنبوب، ونصدر لها أيضا من البصرة نفط خام من البصرة بالناقلات،
وقد بالفعل أبدت رغبة في زيادة هذه الكميات، ونحن أيضا من جانبنا كعلامة أكيدة على حسن الجوار وعلى تلبية حاجة جارتنا العزيزة الجمهورية التركية، أبدينا استعدادنا الكامل للنظر الإيجابي في الطلب التركي. هذا وكشفت مصادر في البيت الأبيض بأن مسؤولين في الإدارة الأمريكية يعتقدون أن إيران شجعت الحوثيين في اليمن أو فصائل مدعومة منها ومتمركزة في العراق على تنفيذ هجمات الأحد الماضي على 4 ناقلات نفط قرب مضيق هرمز. وقال مصدر مطلع على تقييمات الأمن القومي الأمريكي لرويترز إن الهجمات استفزاز خطير من جانب إيران يمثل تهديدا كبيرا للملاحة البحرية، مؤكدين أن خبراء بالحكومة الأمريكية يعتقدون أن إيران باركت العمليات التي صادفت ناقلات النفط قرب مضيق هرمز. وأضاف المصدران أن الولايات المتحدة تعتقد أن الدور الإيراني تمثل في تشجيع مسلحين على القيام بمثل هذه الأفعال، ولم يقتصر الأمر على مجرد التلميح غير المباشر. وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أمله في أن لا تكون الولايات المتحدة في طريقها لحرب مع إيران. وقال ترامب للصحفيين خلال لقائه الرئيس السويسري أولي مورير عندما سئل إن كانت واشنطن ستخوض حربا مع إيران، قال: آمل أن لا يحدث ذلك. ومن المقرر أن يبحث ترامب مع الرئيس السويسري فتح قناة اتصال مع القيادة الإيرانية لإنهاء الأزمة. وكانت شبكة CNN قد ذكرت بأن البيت الأبيض مرر رقم الهاتف الخاص بالرئيس الأمريكي إلى سويسرا لمنحه إلى قادة إيران إذا رغبوا بالاتصال به، موضحة أن الجانب السويسري أكد للبيت الأبيض أنه لن يمنح الرقم لقادة إيران ما لم يطلبوا. أما عربيا، حذر رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم من أن فرص اندلاع حرب في المنطقة مرتفعة جدا نظرا للمعطيات التي قدمتها الحكومة إلى البرلمان. الغانم أكد للصحفيين عقب جلسة مسربة لمجلس الأمة أنه تبين من العرض الذي قدمته الحكومة حول الأوضاع بالمنطقة مدى حساسية وخطورة المرحلة المقبلة ووجوب الاستعداد واتخاذ الإجراءات كافة استعدادا لكل الاحتمالات الواردة. يعني يجب أن نواجه الحقيقة أن الأوضاع في المنطقة ما هي مطمئنة. توجيهات صاحب السمو اللي صدرت من خلال تصريحات سموه يوم أمس وأول أمس تستدعي من كافة المسؤولين وأبناء الشعب الكويتي اتخاذ كافة أشكال الحيطة والحذر والاستعداد لكل الاحتمالات القادمة. حتى أكون صريح معاك، يعني إجابة على سؤالك، كان في أسئلة مباشرة بهذا الاتجاه، يعني فرص اندلاع حرب أو فرص حدوث طارئ. بناء على المعلومات الموجودة التي ذكرت من إجابات المعنيين في الحكومة بأن نعم هناك فرص للأسف، يعني لكن هذه حقيقة يجب أن نواجهها، أن هذه الاحتمالات نسبتها عالية جدا وكبيرة، والأمور يعني ما هي ماشية بالمسار أو الاتجاه الذي نتمناه. نستمر في هذا الملف. معنا المستشار السابق في التحالف الدولي كاظم الوائلي عبر سكايب. أهلا بكم سيد كاظم. معطيات المنطقة متجهة للحرب، الأدوات موجودة وبقي يعني فتيل الشرارة لبداية هذه الحرب، فمع كل هذه المستجدات هل لازال بالإمكان سحب الإيرانيين لطاولة التفاوض مجددا؟ نعم، مساء الخير شيرين، مساء الخير سعيد. نعم، هنالك الكثير من المعطيات وكثير من والظروف ايضا هي تساعد على نشوب حرب في الخليج، ولكن هذه المره هنالك الكثير من الوساطات التي تريد ان تتدخل في هذا الملف، لانه مساله الحرب في الخليج حتى حلفاء امريكا من الخليجيين لا يحبذون مساله الحرب، لان الحرب ستكون اذا كانت حرب شامله ستكون حرب تدميريه. أما الآن سلطنة عمان ودولة الكويت وسويسرا وحتى روسيا تريد أن تتدخل في هذا الملف لإنهاء هذا الصراع، إذا كان حسب
كلام السيد مرزوق الغانم. هنالك يعني شيء يلوح بالافق من انه هنالك نوع من بيئه الحرب في المنطقه في منطقه الخليج. نعم امريكا لما ارسلت ابرام لينكولن وارسلت باقي القطعات البحريه او القطع البحريه الى الخليج هي لا تلعب لعبه ولا تريد ان فقط تبرهن الى ايران على انها قويه، امريكا دوله عظمى وقويه وهي مسيطر على الخليج برمته، ولكن هذه المره تريد ان تبرهن الى ايران انها مستعده لاي حدث يحدث في هذه المنطقه وبالذات مضيق هرمز، وكذلك اذا كان هنالك اي عدوان ضد الدول العربيه المطله على الخليج. لكن بالمقابل هناك شيء غير واضح تماما سيد كاظم كما تعلم، يعني تطمينات الأمن القومي الأمريكي يعني لا تدعو إلى الطمأنة. اليوم نرى دونالد ترامب يتحدث بأنه لا يريد حربا مع إيران، وسابقا قال لا نريد أن نؤذي إيران، لم يتحدث بطبيعة الأمر عن النظام الإيراني ولكنه قالها بشكل عام لا نريد أذية إيران. علي خامنئي يستبعد الحرب، وهناك بالمقابل جولات لمايك بومبيو في المنطقة، واليوم نسمع بأن البيت الأبيض مرر هاتف ترامب عبر سويسرا إلى قادة إيران. هل هذا كلام سياسي؟ كيف ينظر إلى جملة هذه التخبطات؟ من الناحية السياسية هو كلام سياسي وتخبط في التصريحات بالذات من ترامب. نحن نعرف الرئيس ترامب هو يتخبط في التصريحات وهذا شيء عادي، ولكن هو رئيس أعظم دولة في العالم وهو بما يسمى كوماندر إن تشيف، القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية، فهو الأوامر بيده. ولكن نحن نعرف أن البيت الأبيض مليء بالصقور، يعني مايك بومبيو، جون بولتون، باتريك شانهان، هؤلاء هم من صقور الإدارة الأمريكية، وكذلك هنالك توافق لأول مرة توافق جمهوري ديمقراطي إذا ما نشبت حرب بين أمريكا وإيران سيكون هنالك ذلك التوافق. التصريحات تختلف عن الحركات العسكرية الآن، القواعد العسكرية الأمريكية في العراق وكذلك الأسطول الخامس في البحرين على أهبة الاستعداد للدفاع عن نفسهم طبعا، لأن بالحرب لا أحد يقول أنا أريد أن أهجم، الكل يقول نريد أن ندافع عن نفسنا. الأسطول الأمريكي الخامس موجود، ليس فقط أمريكي، هو الأسطول الخامس، قاعدة الأسطول الخامس هنالك 32 دولة موجودة في مقر الأسطول الخامس، يعني إذا هنالك أي عدوان على الأسطول الخامس سيكون عدوان على 32 دولة. التصريحات الآن خفت، هذا اليوم ليست مشابهة إلى البارحة وقبل البارحة، اليوم وبعد وصول الزعيم السويسري إلى واشنطن، وكذلك هنالك رسائل من سلطنة عمان، وكذلك هنالك رسائل من دولة الكويت على أن يستطيعوا أن يكونوا وسطاء لحلحلة الموقف في الخليج. تغيرت نبرة البيت الأبيض، نعم، نبرة الرئيس ترامب. نعم. السيد كاظم الوائلي المستشار السابق في التحالف الدولي، شكرا جزيلا لك. أقيمت في بغداد للمرة الأولى بطولة الجامعة المستنصرية الرمضانية لكرة القدم للنخب الأكاديمية من 8 جامعات برعاية وزارة التعليم العالي، بهدف تقوية أواصر العلاقات بين أساتذة الجامعات بغض النظر عن الفوز أو الخسارة. المزيد وتقرير يعرب القحطان. في خطوة هي الأولى من نوعها، 8 فرق من النخب الأكاديمية لمختلف الجامعات العراقية تقص شريط المنافسات الرمضانية الكروية داخل القاعات المغلقة الرياضية في الجامعة المستنصرية. اليوم تقام في رحاب الجامعة المستنصرية بطولة الجامعة المستنصرية الرمضانية الأولى بكرة القدم للصالات للأساتذة، هذه البطولة تعتبر الأولى من نوعها، هناك كثير من البطولات التي تجري في الملاعب الرياضية على مستوى مدينة بغداد والمحافظات الأخرى، لكن هذه البطولة هي بطولة رسمية موجودة تحت مظلة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المشاركة هنا لـ8 جامعات حكومية وكليات أهلية تمثل مدينة بغداد. يقول أساتذة إن الهدف من البطولة قبل أن تكون رياضية هو تقوية العلاقات بين الأساتذة في الجامعات وبين الجامعات فيما بينها. شارك حوالي 7 إلى 8 جامعات
وتستمر في رمضان وتنتهي في رمضان. طبعا هذه قوي الأواصر من تدريسية الجامعات العراقية المختلفة، وهي طبعا بها روح رياضية عالية. هدف من البطولة هو التعارف على الدكاترة والاستاف الموجودين بالجامعات أكثر ما هي فوز وخسارة. كرة قدم هي فوز وخسارة. وتستمر هذه البطولة الرمضانية 10 أيام بمباريات يومية في هذه القاعة المغلقة بعد الإفطار، على أن تختتم البطولة بمباراة نهائية في 25 من الشهر الجاري. من بغداد يعرب القحطان، الشرقية نيوز. وبهذا نأتي إلى ختام حصاد الليلة، أنا والزميلة شيرين نشكركم. شكرا لكل من تابعنا، إلى اللقاء.